هذه المشاورات التي بدأها السيد عبد القادر بن صالح باعتباره رئيس الدولة، هذه المشاورات مع الطبقة السياسية ومع الأحزاب السياسية. أنا نقول بأن هذه المشاورات هي استفزاز للشعب الجزائري، وتعطينا فكرة على تعنت النظام وعلى استهتاره بإرادة الشعب الجزائري. نقول بأن سيد بن صالح المرفوض من طرف الشعب الجزائري لإدارة هذه المرحلة الانتقالية ليكون رئيس للدولة، هذه المشاورات لا تعني الشعب الجزائري، وهي مرفوضة جملة وتفصيلا. ولكن في نفس الوقت أريد أن أتحدث إلى الطبقة السياسية، إلى الشخصيات الوطنية. اعتقادي بأن الذين قالوا بأنهم إلى جانب الشعب الجزائري، إلى جانب الحراك الوطني، إلى جانب هذه المسيرات السلمية، وبأنهم يؤيدون الجزائريين والجزائريات في مطالبهم المشروعة، نقول لهم بأن المساهمة والمشاركة في هذه المشاورات التي لن تؤدي إلى أي نتيجة، لأن الذي يقوم بها مرفوض شعبياً، وبأن الجزائريين يرفضون أن يقوم بتأطير هذه المرحلة ويرفضون هذه الانتخابات. نتمنى بأن يتبع الإخوة القول بالفعل، وهو مقاطعة هذه المشاورات، لأن الذهاب إلى هذه المشاورات هي الشعب لا يقبل ذلك، ويعتبر بأن الذين يشاركون في هذه المشاورات ربما يخرجون عن إرادة الشعب، وأنهم لا يسايرون الشعب في طلباته المشروعة حقيقةً.